فودن اللي هيكمل 24 سنة الشهر الجاي بيسجل تاني هاتريك ليه الموسم ده وتالت هاتريك ليه في مسيرته في البريمير ليج، وبيعادل ارقام اساطير في تسجيل الهاتريك في البريمير ليج زي كريستيانو رونالدو وفرانك لامبرد وديدييه دروجبا. مانشستر سيتي حرفيا مع جوارديولا مش بيقف على حد، الراجل معاه فرقتين اتقل من بعض. النهارده بيريح هالاند ودي بروين علشان ماتش ريال مدريد الاسبوع الجاي في التشامبيونز ليج، وكمان ووكر وستونز وادرسون حارس المرمى مصابين، والفرقه ما شاء الله واقفه على رجليها 10 على 10 علشان بس اللي هيجي يتكلم وقتها لما ريال مدريد يجلد السيتي رايح جاي في البرنابيو في الاتحاد. مش عايزين نسمع اي حجج ولا تحكيم وقتها علشان المرة دي مدريد اللي هيحسمها.